مش عايزين نتأخر على كمال. الأستاذ بيقول إنه عايز يقابل سعادتك. طب متشكرة يا عم رضا، روح أنت. حاضر. أنا آسف إني جايلك من غير ميعاد، بس أنا كلمتك كتير جدا وما بترديش عليا، وعديت عليكي في السنتر، سارة قالت لي إني برضو مش جاي النهاردة. هو أنت عايز إيه؟ أنا كنت جاي أجيب لك الهدية دي. إيه المناسبة؟ خطوبة أنا سلينا. بيتهيألي مفيش مجال بينا للهدايا، وبعدين عيب قوي لما تطب عليا في بيتي من غير ميعاد. ايه يا إلهام، جاهزة؟ يلا بينا. أهلا وسهلا. أهلا بنا. مش تعرفين على الأستاذة إلهام؟ البشمهندس أسامة، واحد من زباين الجاردن سنتر. أهلا وسهلا. أهلا بنا. أكيد حاجة مهمة قوي اللي خلتك تيجي لحد هنا. يلا. تصور يا بابا، عم عطية زرع له شجرة في جنينته وقعت على إيده كسرتها. معلش يا فندم، هو فعلا الموضوع خطير، وكنت المفروض آجي أشتكي لمدام إلهام، والموضوع ما ينفعش إنه يستنى. يعني زي ما شايف حضرتك، لو الموضوع ده كان حصل مع أي عميل ما يعرفش مدام إلهام، الموضوع كان هيبقى سخيف أوي. فعلا عندك حق. لا متأسفين قوي ومتشكرين في نفس الوقت. لا عطية ده لازم أخذ معاه إجراء جامد. طبعا يا بابا لازم، وأنا هبعته لحضرتك يصلح غلطته. تمام، متشكرين يا فندم، عن إذنكم. اتفضل. إحنا متأسفين قوي. يلا بينا. على فين؟ اللي على فين؟ على كمال. أنت نسيتي ولا إيه؟ طب ثانية واحدة هجيب شنطتي. تعالي تعالي تعالي. شنطة إيه اللي تجيبيها يا حبيبتي؟ شنطتك في إيدك. حقك علي، أنا مش مركزة خالص. يلا بينا يا بابا. يلا. على فكرة أنا مش معاك، كان لازم أخد الخطوة دي. ما هو ما كانش ينفع إني أستنى لغاية ما هي ترد. متوترة قوي، مهزوزة يعني. كنت لازم تشوف أول ما باباها ظهر كده بالصدفة، ما قدرتش تقول الحقيقة، كدبت على طول. ما هو ركز معايا يا بني آدم، لو هي ما عندهاش أي إحساس ناحيتي وما كانتش خايفة على العلاقة اللي ما بيننا دي، ما كانتش كدبت، كانت تصرفت أي تصرف تاني. يعني فاضل شوية، مش كتير، هانت. بقولك إيه، خليك معايا. غبية! ايوه، كنا بنقول ايه بقى؟ مالك يا إلهام؟ مالي يا بابا، انا كويسه زي الفل. حاسس انك انت اتضايقت قوي من ساعه الراجل ده ما جالك البيت. متضايقه طبعا يا بابا، اللي حصل يضايق. هو فعلا يضايق، انا مستغرب ازاي عطيه يغلط غلطه زي دي. لما نرجع من مشوار كمالي بيرجعيني على السنتر عشان اكلمه في الحكايه دي. عطيه النهارده في التجمع الخامس، انا بعته هناك عشان عندنا شغل كتير وشكله هيقضي اليوم كله هناك. يعني مش مهم، اي وقت لما اروح السنتر بكلمه. المهم انك انت ما تضايقيش نفسك قوي كده، ده شغل، واي شغل معرض ان يبقى فيه اخطاء. صح يا بابا، عندك حق. سلام، استغرب قوي راجل المهندس ده بيجح، ايه اللي يخليه يجي لك البيت؟ انا اللي غلطانه، غلطتي. ازاي يعني؟ علشان هو حاول يكلمني كتير قوي وانا كنت مشغوله وما ردتش عليه. طب عارف عنوان البيت ازاي؟ اكيد من ساره. ساره؟ لا غلط طبعا، ما تتنبهي عليها، ما تديش عنوانك لاي حد كده يعني. طبعا، دي اول حاجه هقولها لها اول ما اروح السنتر. خير يا خالته؟ جايباني على ملا وشي كده ليه؟ حصل حاجه؟ مدام نانسي هتعمل حوار على التأخير ده كله، قولي لي عايزاني في ايه بسرعة. انتي اللي أخرك على الشغل من أصله.
كنت في مونتاج الفيلم بتاع مروان، مهندس الصوت طلبني عشان كان عندهم مشكله في صوتي، بس فروحت عشان اسجل. انت ايه اللي بينك وبين مروان يا ليلى؟ مفيش. امال ليه كل ما اسالك كنت فين الاقيكي كنت معاه؟ فهميني يا بنتي عشان انا خلاص ما عدتش فاهمه. كلمي معايا دغري من غير ما تلفي وتدوري عليا. اوعي تكوني فاكراني مش واخده بالي. انا حاسه بكل حاجه وساكته. بس خلاص بقى ما عادش فيها سكوت، ولازم اقول لك الكلمتين اللي مزنوقين في صدري بقالهم مده. يا بنتي اللي بينسى اصله ويتوه. انت بنت اختي. لا حيالله رحت ولا جيت حته شغاله عندهم. صحيح ممكن يكونوا بيعاملوني كويس ويعاملوك انت كمان كويس. ممكن قوي يكونوا قريبين مننا ويحبونا بجد. ممكن يكونوا محتاجيننا نساعدهم طول الوقت ونفضل معاهم. بس الناس دي لما تحب تناسب بتناسب اللي زيها واللي منها. لكن احنا لا. لا ليه؟ انا مش اقل من حد. انا بتعلم ومستقبلي هيبقى كويس. وبعدين لما احنا مش زيهم ما طلعتنيش من المدرسه وشغلتيني على طول ليه؟ لما مفيش فايده من الاعلام عشان تيجي من وانا صغيره اني هبقى احسن. هتبقي احسن بنفسك. مش لما تروحي تحبي ولا تتجوزي واحد ما هواش من توبك طول الوقت يفضل باصص لك على انك اقل منه. ساعتها هتحسي في اليوم بدل العذاب 100 عذاب. انا مش هستحمل اشوفك بتتعذبي ولا هسمح لك تعملي كده في نفسك. انت سامعاني يا ليلى؟ تبارك لي. بارك لك على ايه؟ مستر راجي اصدر قرار بترقيتي. اللي قدامك دي تبقى مديرة الاتش ار الجديدة. اه والله؟ مبروك. ميرسي، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. اهلا اهلا بالعرسان، الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. كان نفسي ابقى معاكم بس في الخطوبة بقى. تمام، ميرسي قوي على الورد. على ايه؟ دي حاجة بسيطة قوي لأحلى عروسة في الدنيا. طب وبالنسبة للعلي؟ أنت ممكن تديله العلبة كلها يعني مش هقول لأ. بصراحة أنا المفروض أوزع الشوكليت النهاردة. اشمعنى؟ اترقيت. اترقيتي؟ ياه، مديرة الاتش ار مرة واحدة؟ ايه؟ ما استحقهاش؟ لا ازاي؟ وبعدين انا ما اقدرش اعترض على قرارات مستر راجل. شكرا. مبروك يا بسمة. الله يبارك فيك. طيب نكمل؟ يلا. مش غريب شويه موضوع ترقيه بسمه ده؟ انا شايف ان البوزيشن ده كبير عليها قوي. لا والغريب اكتر واكتر ان بابي ما قاليش اي حاجه على الموضوع ده. زي كده زي اي حد من الشركه. مش عارف بقى. انا هروح لبابي حالا افهم منه. ممكن دقيقه؟ يا حبيبتي تعالى. بابي انا عرفت بترقيه بسمه. اه انا فكرت لقيت انها الانسب في الوقت الحالي. واخده دبلومه الاتش ار مانجمنت وقدمت لي شويه افكار كويسه عشان تطوير الموظفين في الشركه. ما كنتش متخيله ان بسمه بتطور من نفسها بالشكل ده. كنت متخيله يعني ان هي مكتفيه انها تكون مديره مكتبك وبس. لا هي بنت مجتهده جدا. كمان عايزه تثبت نفسها
اعتقد ده شيء يفيد الشركه، ولا انت ايه رايك؟ انا ما اتكلمتش معاها عشان اعرف اذا كانت تقدر تتولى منصب زي ده ولا لا، وقرار حضرتك كان بالنسبه لي سريع ومفاجئ طبعا. لا سريع ولا حاجه، انا بس من ساعه ما مشيت داليا وكل الشغل بقى عليكي، اعتقد ده عبء كبير يعني هيعطلك عن شغلك الاهم. وبعدين انت مش واثقه في قراراتي ولا ايه؟ لا اكيد يا بابي واثقه، واكيد كمان حضرتك شايف حاجه انا مش شايفاها، بس هتفضل كمان مديره مكتبك فتره كده لحد ما نشوف هتنجح في الانتشار ولا لا، يعني تحت الاختبار كده. وبعدين انت اللي هتقولي هي هتنفع ولا تفضل مديره مكتب. اوكي قوليلي عامله ايه مع مالك؟ كويس. دي مش مريحاني. ايه زعلك؟ لا طبعا ما تقلقش عليا بوبي. انا ما كنتش متصوره ان اجراء انشاء الجمعيه بالصعوبه دي. احنا كويس بقى ان احنا روحنا بابا، كان زمان هيلك معانا في المشاوير دي كلها. بصي بصي يا سمري، الجزء اللي احنا فيه ده اصعب جزء. اصلهم بيحبوا يطمنوا ان الجمعيه دي مش هتبقى ستار عشان نشغل من خلالها الاطفال او نستغلهم في اي حاجه تانية. بعد كده بقى الاجراءات بتمشي اسرع. قولي لي انت ناويه تعملي مقر الجمعيه فين؟ لغايه دلوقتي لسه ما قررتش يا كمال، بس موصيه كام سمسار يفرجوني على كام حاجه كده بالمواصفات اللي انا عايزاه. اللي صحيح، فين الشريك اللي انت كنت كلمتين عليه قبل كده؟ تهالي كان اسمه اسامه. بس انا خلاص قررت ان انا هعمل المشروع لوحدي، مش عايزه شرك. احسن برضه. عملت ايه في موضوع عثمان؟ وصلت لحاجه؟ للاسف لسه، واضح انه هيبقى شبه مستحيل ان انا اوصل لاسم الشخص اللي عثمان كتب له توكيل ببيع العربيه. انت عارفه يا الهام فاتت سنين كتير. الظاهر ان احنا عمرنا ما هنوصل لحاجه، وهفضل عايشه طول عمري باحساس الغضب والمراره اني مش عارفه اوصل للراجل اللي عمل فيا انا وابني كده. بلاش الياس ده يا الهام، انا لسه بتابع الموضوع ولو وصلت لحاجه اكيد هقول لك. انا كل مره بكلمك عن مشاكلي وبنسى اسالك عن حياتك. اخبار علياء وآليس ايه؟ كويسين الحمد لله. تصوري مش عايزه تنزل لمصر حتى في الاجازات. طب ما تسافر لهم انت يا كمال، ما ينفعش تسيب بنتك بعيد عنك المده دي كلها. في الوقت الحالي مش هقدر، في حاجات اهم مش هقدر اتخلى عنها. عامة من بنتك؟ هستأذن، أنا لازم أروح المكتب. عن إذنك. ليش عملت ايه مع مستر راجل بخصوص موضوع بسمة؟ اتكلمت معاه بس هو شايفها مناسبة وحابب ان هو يديها فرصة. فرصة؟ دي ضايعة. مالك يا مالك مهتم قوي بموضوع بسمة كده ليه بطريقة اوفر؟ لا انا مش مهتم ولا حاجة، انا بس شايف انها شخصية وصولية يعني، والطبيعي ان انا بخاف على الشركة. اوكي هنشوف. طيب ايه رايك بعد الشغل لو رحنا اتغدينا في حته ولا دخلنا سينما مثلا؟ مش هينفع يا مالك، عندي كلاس زومبا النهارده. ماشي. انت هتفضل ساكت كده؟ ما تنطق، عايز ايه؟ كان في موضوع كده يعني شاغلني بقاله فتره يا راجل. ايه؟ خير؟ السلسلة اللي حضرتك اديتهالي جبتها منين؟ يعني مش كانت المفروض في رقبة الواد لما اتخطف؟ أنا سبق وقلت لك مالكش دعوة بالموضوع ده خالص. ما حضرتك لازم تعذرني برضه، الموضوع يمخول المخ خالص. منين هو اتخطف لما كان لابس السلسلة؟ ومنين هي وصلت لحضرتك؟ أنت جاي تحقق معايا؟ الموضوع ده ما يخصكش ومالكش دعوة بيه أبدا. إزاي يعني يا راجل بيه ماليش دعوة؟
هو مين اللي مسلم السلسله دي للعيله؟ ما انا اللي مسلمها. فلما اجي اتكشف انا هيتهموني انا اللي انا عارف اللي خاطف، مش هيتهموا حضرتك عشان حضرتك من العيله. ما انت لو قفلت بقك وبطلت تتدخل في اللي مالكش فيه مش هتتكشف يا فالح. ما حضرتك برضه لازم اطلع بره. ما تتكلمش في الموضوع ده تاني خالص ولا حتى مع نفسك. ربيت عقله ده جريء قوي. بس انا غلطانه، انا اللي اتخضيت وارتبكت وما عرفتش اتصرف صح. كان لازم اخلي عم رضا يطرده بره البيت. ما انت كمان مسكينه، اكيد المفاجاه لخبطتك. اي حد مكانك ما كانش هيعرف يتصرف. وبعدين انت لو كنت عملتي كده ده كان بقى سين، وخصوصا ان انكل محمود موجود. انا قلقانه ويا نانسي، وحاسه انه ممكن يفهم سكوتي ده على اساس ان انا موافقه على اللي هو بيعمله وان انا متجاوبه معاه. وطلعت ايه الهديه اللي هو جابها؟ ما تنيلتش فتحتها. انا بصراحه حاسه ان انا شايله تهمه معايا. ماي امسكي. بس بصراحه ذوقه حلو قوي. هو انا في ذوقه دلوقتي يا نانسي؟ انا في المصيبه اللي انا فيها. انا عايزه ارجع له الهبابه دي بس من غير ما اكلمه ولا قبله، اعمل ايه؟ ما هو كده انت لازم تتصرفي وترجعي الهديه دي بسرعه، لان طول ما الهديه دي معاكي ده معناه ان انت قبلتيها وموافقه، وده هيديله فرصه انه يفضل يكلمك ويقرب منك. وبتهيألي انت مش هتقبلي هديه من حد مش عايزه تكلميه. ازيك يا حبيب ماما؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا ملاحظه ان انت ولينا مش بتكلموا بعض، هو انتوا متخانقين؟ لا لا خالص، هي بس اتضايقت مني شويه يوم في قرايه الفاتحه ان انا طلعت كده اشرب سيجاره وسط الحفله فاتضايقت. غريبه، لينا عقله ودماغها كبيره، متهيأليش انها تفكر بالطريقه دي. وبعدين ده ياما مروان عمل فيها حركات زي دي وعمرها ما زالت. انا لازم اصالحكم. شكلك متضايق شويه. لا يا حبيبي، طول ما انت بخير انا بخير. لينا تعالي عايزاكي. ايوه ماما. اقعدي معانا شويه. معلش يا مامي عايزه الحق اخد شاور. اسمعي الكلام وتعالي اقعدي. اقعدي يلا علي اقعد. اخبار دروس الزومبا ايه؟ تمام. ومالك مكشره كده؟ مش المفروض الزومبا دي بتحسن المود؟ اه المفروض. أنا عرفت كل حاجة على فكرة. اللي أنا فاهماه إن أنتوا متخاصمين عشان حاجة تافهة جدا، ما ينفعش تتخاصموا عليها. أنا ما قصدتش يعني أسيبك وأخرج وقت الحفل. هي جت كده بس. أنا آسف حقك عليا. خلاص بقى علي اعتذر لك، الموضوع مش مستاهل كل ده، ما تحسسيهوش بالذنب اكتر من كده. انا مش هقوم من هنا غير وانتم متصالحين. خلاص يا ماما مفيش حاجه. خلاص بجد؟ بجد. قوم بوس اختك. قوم بوس راسها عشان اعرف ان انتوا اتصالحتوا. بطلوا بقى لعب العيال ده. تصبحوا على خير. رايتك من نار.
بس كل اللي عاوزه منك تسيبيني اشرح لك اللي حصل. بس خير يا حبيبتي؟ مساء النور. ايه اللي في ايدك ده؟ دي هدية كنت جايباها لينا. قربيني كده. الله، حلوة قوي. ما اديتهالهاش دي لحد دلوقتي. أنا أصلي كنت بفكر أبدلها. لا لا لا، ما تبدلهاش، حلوة قوي هتعجبها. ايشو؟ هو انت بتعمل ايه؟ انت شايفه نانسي بعمل ايه؟ عايزه ايه؟ لا خلاص ولا حاجه. ما تتكلمي بقى، انا مش ناقص قلق. اصل بصراحه الهام عندها مشكله وانا كنت عايزه نساعدها فيها. مشكله ايه؟ في واحد معجب بالهام وبيطاردها في كل مكان تروحه، بيروح لها الشغل والبيت، ابتدى يجيب لها هدايا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وهي تعرفه؟ هو كان كلاينت عندها في السنتر، بس فجأة كده جات له حالة الجنان والهبل اللي هو فيها دي، فأنا قلت إن أنت تروح تقابله وتكلمه وتهدده إنه لو ما بعدش عنها أنت هتأذيه. هدده ده إيه يا نانسي؟ طبعًا لأ. هو إيه اللي لأ يا هشام؟ أمال نسيبها بيتها يتخرب؟ يا حبيبتي لو فكرتي مع نفسك خمس دقايق كده هتعرفي إن أنا بالذات مش مفروض أتدخل في موضوع زي ده خالص. جوزها راجل لو عارف مش هيفرق معاه ان مراته خبت عليه، هيسيب الموضوع كله ويمسك فيا انا علشان ما قلتلوش. هو انت عندك حق في اللي انت بتقوله ده، بس هي مسكينه هتعمل ايه؟ ولا حاجه خالص، تسيبه وتهمله وهو هيبعد عنها من نفسه. اصبح على خير. انت من اهله. مروان مروان خذ عمك، مش اصحى دلوقتي، ما عنديش جامعه قبل الظهر، صحيني كمان شويه. انا مش بصحيك عشان تروح الجامعه، انا عايزه اتكلم معاك كمان شويه برضو. لا دلوقتي. يا فوزة انا نايم متاخر ومليش دماغ ارجع دلوقتي خالص. لا لا يا مروان. مالها ليلى؟ حصل لها حاجة؟ من أول ما جيت البيت ده يا ابني كنت أنت لحمة حمراء قد كده. كنت ساعتها بتعيط، أول ما حطيتك على كف إيدي سكت. عارف يا ابني أنا ساعات لما أقعد أفكر في ابني الله يرحمه قولي نفسي يا عبيطة، انت عندك ابن مالي عليك دنيتك وربنا عوض عليك بيه. انت ابني يا مروان. انا مش فاهم حاجة، انت ليه بتقولي كده؟ وبعدين ايه علاقة ده كله بليلى؟ قولي الصراحة يا مروان، انت عايز ايه من ليلى يا ابني؟ هكون عايز منها ايه يعني؟ انت عارفه انها بتساعدني في البروجكت بس. امال اتخضيت اول ما جبت سيرتها وانا بصحيك؟ يمكن عشان ممكن اكون قلقت مثلا على يكون حصل لها حاجه. انا مش فاهم حاجه، وانت بتفكري في ايه؟ ما بفكرش في حاجه يا ابني،
مروان انا ليا عندك طلب. ايه؟ اول ما تخلص مشروعك ابقى ابعد عن ليلى يا ابني. ليلى مش من دوبك، ما تنفعش تكون ليك. يعني لو انت فكرت ليلى بنتي زي ما انت ابني، انا يا ابني مش هرضلها بكسرة القلب. ايه يا رمز، بقولك ايه، عايزك تستأذن من مستر راجي وتجيلي ضروري بس بسرعة. باي. صباح الخير يا بسمة. صباح النور. هو فين تقرير الاجازات السنوية بتاعت اللي انا طلبته منك؟ لسه ما عملتوش، معلش انا مشغولة بحاجات تانية كتير قوي. لا انا مقدر طبعا، وبعدين انا عارف ان شغلانه مديره الاتش ار دي صعبه وتقيله شويه، خاصه ان دراستك تقريبا ملهاش اي علاقه بالمنصب ده. والله يا مالك انا خبرتي في الشركه دي بقالها سنين كتير قوي، وشغلي المباشر مع مستر راجي علمني برضو حاجات كتير قوي. ومتهيالي يعني مستر راجي راجل عنده خبره ورؤيه، اكيد لو ما كانش شايفني كفء لوظيفه زي دي ما كانش رقاني، مش كده ولا ايه؟ اه بس اللي اعرفه برضو ان تقريبا يعني الكفاءة مش هي بس المعيار انك تشتغلي في الشركة دي، وبعدين بقى كفء ولا مش كفء، مش انت وصلت اللي انت عايزاه؟ خلاص. تقصد ايه حضرتك؟ لا ولا اي حاجة، يا ريت تخلصي الورق اللي طلبته منك وتبعتهولي على الميل بأسرع وقت ممكن، النهاردة. الأمانة دي توصل للبشمهندس أسامة، انت عارفه العنوان ورمز هيوصلك. حاضر. طب اكلمه في تليفون ولا حضرتك كلمتيه اتفقتي معاه؟ لا انا مش هكلمه، كلمي انت، ولو سال عليا قولي له ان انا مش موجوده. حاضر. واول ما تسلميها اتصلي بيا وقولي لي ان كل حاجه تمام. تمام يلا باي. هي دي الفيلا. يلا ننزل. استني بس. ايه؟ يعني كنت عايز اكلمك في حاجه كده. انت عارف ان احنا طول ما احنا جايين كنت قاعد بفكر في حاجه واحده بس. ايه؟ يوم قرايه الفتحة لما نزلنا مع بعض وتفسحنا. اشمعنى بقى اليوم ده؟ كل ما اجي افتكر كلامنا عن الجواز والفرح افتكر ان قد ايه ده حلم جميل نفسي نحققه. طب ما نحققه. نفسي يا سارة، نفسي، بس الظروف. رمز انا عايزك انت بس. بشنطة هدومي يعني؟ ايوه بشنطة هدومك بالظبط كده. طب تمام، حيث كده بقى خدي معاد وتعالي قبل اهلي. لا بجد يا سارة مش بهزر، انا عايز احدد معاد مع ابويا وامي، تيجي تشوفيهم. لا 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 بلاش بلاش دلوقتي خالص يا رمز، بلاش. تاني؟ تاني يا سارة؟ انت سألت بجد يا رامز؟ حصلش حاجة. طب ممكن بس تسيبني براحتي؟ أوعدك لما أكون جاهزة أنا من نفسي هاجي أقولك إن أنا جاهزة إن أنا أشوفهم. تمام؟ تمام. خلاص بقى ما تزعلش. خلاص ما تزعليش يا سارة. سارة سارة ما بحبش هزار بالإيد. كدابة قوي. أنت ما بتحبش هزار بالإيد؟ اه ما بحبش هزار بالايد. ميسي براحتك. سارة انا بحبك يا سارة. انا كمان. طب بص انا هنزل بس عشان الحق وقتنا وانت حاول تلاقي لك. ماشي انا هركن واجي لك.
ايوه. صباح الخير يا استاذ اسامه. مين؟ انا ساره من طرف مدام الهام. كنت عايزه بس ادي لحضرتك حاجه. اتفضلي يا ساره، هفتح لك الباب. شكرا لحضرتك. رامز! يا بنتي خططيني يا بنتي، ما هو مربوط اهو. انت كويسه؟ بس نسيت زورو. ماشي بعيد، ماشي بعيد. هي زورو ستوب ات. جود بوي. بس 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 اتس اوكي. انا اسف يا ساره، معلش. لا ولا يهمك ولا يهمك. معلش، انت كويسه؟ اه شكرا شكرا. طب ايه مدام الهام كانت بعت لي ايه؟ مش عارفه، هي قالت ان انا اسلم لحضرتك الظرف ده. يلا. هو الظرف ده في ايه؟ مش عارفه الحقيقه، ما قالتليش. طب مش مشكله، طب اتفضلوا شويه. لا لا احنا لازم نمشي بقى. استاذن احنا بس. معلش انا اسف جدا. لا, 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 لا عادي. اتفضلوا. هي زورو ستوب ات ستوب ات. جود بوي. الرائحة الحلوة دي. دوق. الله، بموت في الأكل من إيديكي. وأنا بموت فيك. مبسوطة قوي إن أنت نفسيتك اتحسنت ورجعت تضحك زي الأول. الحمد لله يا حبيبتي. موضوع العمال هيدي في الشركة ولينا اتقالت فتحتها وإلهام أهو أحسن من الأول بكتير. خلاص كل حاجة بدأت تستقر في الشركة وفي البيت. وبعدين ما انت معايا اهو، احتاج ايه اكتر من كده؟ وانا مبسوطه انك معايا قوي. صحيح انا كان في حاجه موتراني كده عايزه اقولك عليها بقالي فتره. خير يا حبيبتي؟ مالك؟ ماله مالك؟ نظراته وتلميحاته ليا كده مش عاجباني، خايفه يكون عارف ان بينا حاجه. هو قالك ايه؟ طب تعالى ناكل، واحنا بناكل هحكي. Thank you.